من مستشفى رفيد عفوا، ينضم إلينا الزميل بكر عبد الحق من هناك. أهلا بك معنا بكر. نعم، صباح الخير فرح وعلاء، وصباح الخير للمشاهدين الكرام، والرحمة لشهداء الحادث المفجع ولشهيد الوطن محمد أمجد دعدس. إذن صورة الوضع لديك بكر في المشفى للتجهيز لتشييع الشهيد محمد دعدس، وأيضا عقب وصول الإصابات إلى المشفى هناك، طبيعة حدث السير وما الذي حدث فعليا؟ نعم، سأبدأ بداية من حادث السير الذي وقع فجر هذا اليوم على الطريق الالتفافي الذي يربط بلدة بورين بمدينة طول كرم جنوبي نابلس، حيث وقع حادث شديد الاصطدام بين مركبتين فلسطينيتين. هذا الحادث تسبب بوفاة 4 مواطنين، منهم الشاب عبادة الشخشير من نابلس، والشابان مهند ومحمد سحويل من قرية عبوين قضاء رام الله، بالإضافة إلى فتاة من محافظة الخليل، فيما نقلت إصابتان إلى المستشفيات أحمد بركات وطفلته، وهي هذه الإصابتان بحسب المصادر الطبية بالغة الخطورة، حيث تم تقديم الإسعاف لهما وهي قيد المتابعة الطبية في المستشفى. بحسب بيان الشرطة الفلسطينية، فإن دورية الحوادث توجهت مباشرة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الفنية للمركبتين اللتان تصدمتا عند هذا الطريق، وأيضا أبلغت النيابة العامة للمباشرة بفحص ملابسات الوفاة وما حدث فعليا في هذا الحادث. نتمنى الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم. فيما يتعلق بالشهيد محمد أمجد دعدس 13 عاما الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال في بلدة دير الحطب وهو من مخيم عسكر الجديد، من المنتظر أن يتم تشييع جثمان الشهيد الفتى عند 10 صباحا من أمام مستشفى رفيديا، حيث سينتقل الجثمان في موكب جماهيري إلى مسقط رأسه مخيم عسكر الجديد، حيث ستلقى عليه نظرة الوداع الأخيرة في منزله، ومن ثم ستؤدى عليه صلاة الجنازة في مسجد الشهداء وصولا إلى مقبرة المخيم. كان الفتى قد أصيب أمس برصاصة حية في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال أثناء تواجده وعدد من الفتية في المنطقة الشرقية لبلدة دير الحطب، ونقل للمستشفى يعاني من توقف في قلبه. حاولت الطواقم الطبية تقديم الإسعافات والإنعاش له ولكنها لم تفلح حتى أعلن عن استشهاده في مساء أمس. سبق هذا الاستشهاد أيضا إصابة شابان من بلدة بيتا، الشاب فايز حامد بني مفلح فقد عينه اليمنى بفعل رصاصة معدنية أطلقها قناص احتلالي عليه أثناء المواجهات التي كانت دائرة أمس في محيط جبل صبيح، فيما أصيب شاب آخر برصاصة معدنية في الرأس وصفت إصابته بالمتوسطة والمستقرة. هذه الصورة هنا في مستشفى رفيديا فرح وعلاء. نعم بكر، تفيدنا أيضا بمراسم تشييع الشهيد دعدس في أيضا مسقط رأسه، كيف ستمر هذه الجنازة من المستشفى وكيف هي الأوضاع أيضا في المخيم وفي محافظة نابلس؟ يعني منذ أن تلقينا خبر استشهاد الشهيد الفتى محمد دعدس أمس، وخيم الحزن والغضب الشديدان على مخيم عسكر الجديد، حيث توافد بالأمس ذو الشهيد وأهله وأصدقائه وأبناء مخيم عسكر للمستشفى رفيديا، حيث قاموا بإلقاء النظرة الأولية على الشهيد في المستشفى هنا، وبعد قليل ستبدأ الاستعدادات فعليا لتشييع جثمان الفتى. تكون في العادة أولا يتم إجراء المعاينة الطبية لمكان الإصابة و توثيق هذه الإصابة وهذا الاستشهاد لغايات محاكمة الاحتلال فيما بعد عبر تقرير الطب الشرعي، ومن ثم يتم لف الجثمان بالعلم الفلسطيني. تأتي قوات الأمن الوطني هنا يعني إخراج الجثمان من المستشفى في موكب عسكري، ومن ثم يبدأ موكب التشييع الشعبي بموكب مركبات وصولا إلى مخيم عسكر. هناك تجري الاستعدادات لاستقبال الجثمان، سيتم أداء الصلاة عليه في مسجد الشهداء كما أسلف، ومن ثم سيتم مواراته الثرى في مقبرة القرية. دو الشهيد بالأمس طالبوا
القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على هذه الجريمة، خصوصا أن الطفل في عمر الورد 13 عاما ولم يكن يشكل خطرا على جنود الاحتلال الذين أطلقوا عليه الرصاص الحي وعلى رفاقه، ولكنه هو أصيب فيما نجا رفاقه من موت محقق بفعل هذا الاستهداف بالرصاص الحي من جنود الاحتلال. بالتأكيد سنتابع وياك تفاصيل هذا التشييع بكر، ولكن أخيرا نتوقف عند الإصابات التي تحدثت عنها ووصلت إلى المشفى إثر الحادث، هل هناك توضيح من قبل الأطباء بطبيعة هذه الإصابات؟ نعم، الإصابات خطيرة، الحادث كان شديد الاصطدام فعليا، شاهدنا الصور للمركبات كيف تحطمت بشكل كبير وتناثرت جثث الشهداء والمصابين على جانبي الطريق. الطواقم الطبية حتى هذه اللحظة تعمل ما عليها فعليا، لم يصدر تصريح رسمي حول طبيعة الإصابات، ولكن وصفت هذه الإصابتان بأنهما خطيرتان ويجري العمل على تقديم الرعاية الطبية لهما. نعم، كل الشكر لك زميلنا بكر، حتى هذه اللحظة كنت معنا مباشرة من مستشفى رفيدي الحكومي في نابلس. ونكمل في ذات الإطار مباشرة عبر خط الهاتف، ينضم لنا المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي الزقات. صباح الخير لك والرحمة لشهداء فلسطين وشهداء هذا الحادث. صباح الخير علاء، صباح الخير فرح، وصباح الخير للسادة المشاهدين. للأسف